اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده هنكلمكم عن احد اهم اسباب الام الكتف وهي اختناق او طار الحلقه الدواره. الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لنا لانه بيبتدي بالام بسيطه في الكتف وبتتزايد مع الوقت، وده الحقيقه بيكون متماشي مع اللي بيحصل في الكتف نفسه. بيبتدي باختناق بسيط ثم التهاب في اوتار الحلقه الدواره، وبعد الالتهاب ده يحصل قطع جزئي ثم قطع كلي، ويتحول المفصل من القطع الكلي الى خشونه او زحزحه في المفصل، يحصل بعدها خشونه. انواع الاساسيه لاختناقات الحلقه الدواره او اوتار الحلقه الدواره هي اختناقات في هذا الجزء، او اختناق في هذا الجزء الامامي من الكتف، او اختناق خلفي في الكبسول او في محفظة الكتف من الخلف، او اختناق ديناميكي اللي احنا بنقول عليه تأثر العضلة اللي بترفع الكتف نفسه، وده لو حصل اختناق للعصب المغذي للعضلة دي. تعالوا مع بعض نتعرف اكتر على انواع الاختناقات المختلفة اللي بتحصل في اوتار الكتف، ونقدر نشرحها على المجسم اللي قدامنا ده يوضح لنا اكتر ايه الاسباب وبتحصل ازاي. النوع الاول وهو الاشهر، وده مسؤول عن معظم اختناقات الكتف ومسؤول عن اكتر من 50% من الام الكتف، هو الاختناق السب اكروميال، يعني الاختناق الاوتار رافع للكتف تحت هذا المكان. الاختناق ده ممكن يكون تطور طبيعي للسن، مع السن بيحصل خشونه في هذا المفصل فيضيق القناه او مجرى الاوتار اللي بيمشي فيها، او وجود بروزات عظميه لهذه العظمه، والعظمه دي ممكن تبقى ليها ثلاثة تايبس. تايب 1 بيبقى ستريت زي ما احنا شايفين كده، تايب 2 بيبقى كيرفت شوية وده ممكن يؤدي الى اختناق بسيط، وتايب 3 اللي هو بيخنق الاوتار الرافعة وده في الغالب بيحتاج جراحة. كمان ممكن يكون السبب الاختناقات اللي هنا هو ضعف العضلات الرافعة للكتف، او ضعف العضلات اللي بتثبت لوح الكتف نفسه. والسبب المهم بالنسبة لنا اللي هو الناتج عن الاوضاع الخاطئة بالنسبة للمرضى، وده بيكون سببه تحدب الظهر او الانحناء للامام اكتر. في النوع ده المرضى في الغالب بيشتكوا من الم بسيط بيزيد مع الوقت، وبيزيد خاصه مع رفع الكتف عن مستوى الراس لفوق، لو بيجيب حاجه من ارتفاع وبيشد حاجه او بينفض حاجه. الحاجه الثانيه الالم ده بيسمع من الكتف ويوصل لحد الكوع، بيسمع في عضلات الذراع نفسها، ودايما الالم ده بيزيد وهو نايم، يعني ما بينام على كتفه يصحى متالم او يصحى من النوم بسبب الالم اللي موجود في الكتف. كده نيجي لمرحله التشخيص والعلاج. التشخيص بيتم عن طريق الفحص وبعض الاشعاعات زي الاشعاعات العاديه والرنين المغناطيسي، والعلاج في معظم الاحوال بيكون علاج تحفظي يعني دوائي، او علاج طبيعي، او حقن داخل المفصل، وبعض الحالات هي اللي بنحتاج لها جراحات، والجراحات دي بتتم دلوقتي من خلال المنظار الجراحي. معظم الجراحات اللي بتتم من خلال المنظار الجراحي هدفها هو توسيع القناة اللي موجودة دي عشان ما يحصلش ضرر في الأوتار دي في المستقبل. نيجي للنوع الثاني من الاختناق، واللي بيحصل سبكروكويد أو تحت هذه العظمة. لو العظمة دي الكيرف بتاعها طويل زيادة عن اللازم فبتخنق الأوتار الأمامية للكتف، وده بيضايق الكتف في حركته للداخل أو مع تانيو لقدام. هذه الحركة أو هذا الطول في العظمية ممكن يؤدي لإصابة الأوتار الأمامية للكتف. المرضى دول الحقيقة بيجوا يشتكوا من ضعف في العضلات الأمامية وكمان ألم في الجزء الأمامي من الكتف. نيجي لمرحلة تقييم المريض ده وعلاجه. ممكن نحتاج أشعاعات معينة تقيم هذا البروز وطوله، فلو طوله بيضايق هذه الحركة يبقى في الوقت ده احنا محتاجين استئصال لهذا البروز العظمي. بعض الحالات بتتعالج تحفظيا وبعضها بيتعالج باستخدام المنظار الجراحي. نحن بنشيل هذا البروز من خلال المنظار الجراحي وبنقيم الأوتار الأمامية اللي منها وتر العضلة الدوارة الأمامية ووتر العضلة ثنائية الرأس اللي ممكن تكون اتصابت بسبب هذا الاختناق. ونيجي للنوع الثالث، وده اللي بيسبب ألم في الكتف من الخلف، وده بيحصل في معظمه في الرياضيين اللي بيمارسوا رياضة throwing athletes زي مثلا السلة، الطايرة، اللي بيلعبوا تنس، اللي بيدفعوا رمح بأيديهم. ده بيسبب اختناق للأوتار الدوارة في الجزء الخلفي من الكتف، وده الحقيقة موجود عندنا بنسبة كبيرة كذلك في البادي بيلدر أو
اللعيبة في الجيم، وخاصة لو بيمارسوا تمارين بصورة خاطئة. وكذلك موجود في بعض المرضى اللي محتاجين ايديهم مرفوعة لفترة طويلة زي الكهربائي الميكانيكي، بيشتغلوا الشغلانات دي في الغالب بيحصل لهم اختناقات في هذه الأماكن. علشان الحكاية دي بتصيب الرياضيين بالدرجة الأولى، فاحنا لازم نهتم بتأهيلهم وتمرينهم. لو رياضي زي مثلا لاعب كرة اليد لو بيجيله الألم أثناء مرحلة التصويب فهو بدأ في الحكاية دي، فلازم نعدل وضع التمارين بتاعته ونريحه من التمارين شوية. الحقيقة احنا شفنا أسباب كتير لاختناقات أوتار الكتف، وأنا عايز أركز على نوعين فقط منهم. النوع الأولاني اللي هو راجع للأوضاع الخاطئة للظهر، والمرضى النوع الثاني اللي عندهم ليونة في الأربطة. الحقيقة معظم دول بيقعدوا في أوضاع خاطئة زي ما أنا بعمل كده، بنبص في موبايل، بنبقى محنيين. مع الحانية دي الكتف بيتنقل يتحرك لقدام، لو الكتف اتحرك لقدام لو جينا بدأنا المجال الحركي مبقاش من المجال المظبوط للكتف، معنى كده ان بيحصل اختناقات بالرغم ان المريض سليم ومفهوش مشكلة. وبنصح المرضى دول ان هم يهتموا شوية بأوضاع جسمهم، ظهرهم يكون مفرود وهم قاعدين، ويمارسوا رياضة عشان يقووا العضلات الخلفية للظهر. كده نكون عرفنا سبب رئيسي لألام الكتف، وهو اختناقات أوتار الكتف بأنواعها المختلفة، وإزاي نحافظ على كتفنا، وخاصة في الرياضيين المرضى اللي عندهم ليونة في الأربطة والمرضى اللي بيقعدوا في أوضاع خاطئة. استنوني في حلقات تانية إن شاء الله.